أشرعة، الحياة كلها أشرعة، البحر أشرعة، الشجر أشرعة، الدنيا أشرعة. يا سلام، إيه يا سلام، الحياة فعلا أشرعة، المسرح أشرعة، الفنانين أشرعة، دمشق دمشق أشرعة. يا سلام على دمشق والحياة بدمشق. يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بأشرعة محمد خير التقي. أشرعة الولادة، أنا ولدت في عام 1930 بدمشق في حي قديم، حي الإيمرية. حي الإيمرية هو حي شعبي وراقي جدا، فيه الآثار، في آثار حلوة، في جامع الأموي، في النوفرة، في العرايش والياسمين، في الأزقة، في الحارات القديمة والبيوت القديمة، كلياتها هي كانت هذيك الأيام. هذيك الأيام كانت قديش حلوة. أنا عشت بهالحي هاد مع والدي ووالدتي وعمتي، من رفقاتي الكاتب الكبير عادل أبو شنب، اشتغلت في الصحافة فترة منيحة، وبدأ أول ما بدأ بالكتابة كتب صديق غادر، مسرحية اسمها صديق غادر. فصديق غادر كان لي النصيب أنه اشتغلناها سوا المسرحية، هو والمخرج منذر نفوري كمان من أصدقائي. فعملنا المسرحية وقتها في مدرسة هاشم الأتاسي، مدرسة ابتدائية، بينما نحن بالثانوي كنا جينا اشتغلناها هالمسرحية هي. أنا أول مرة بطلع على المسرح بكون حامل عادل أبو شنب على ظهري وبقول وجدته على مقربة من هذه القرية. لأول مرة بيضحك الجمهور، أنا ما بقدر بتمالك حالي، يعني إنه كيف عم يضحك علي الجمهور، ما عرف شو الموقف. أنا مظبوط وقفت صفنت، ضيعت ذاكرتي وما عاد حكيت، حكى كف الحوار عني منذر نفوري. فوقتها عادل أبو شنب كتب قصة علي، كتب قصة إنه أنا هذا هيك اللي صار معي، ومشينا بهالطريق هذا هو بالدراسة. وبعدين حتى أنا احترفت الفن بشكل مظبوط، ونصر الدين بحرة حاربني لأني أنا اشتغلت في المجال الفني. بعدين رجعت أنا مع نصر الدين بحرة وفهمته، قلت لك يا أخي هذا الفن ثقافة، ثقافة، أنت إنسان مثقف وبتعرف. قال لي الثقافة هي مو بالمسارح الشعبية، قلت له لا بالعكس، نبدأ حياتنا بالمسارح الشعبية لأنه المسارح الشعبية هي بتعلمنا الحياة مظبوط، ومنشوف حركات الشعب كيف الناس تروح بتجي، كيف الناس تتعامل مع بعضها. من شان هيك أنا حبيت أبدأ من الصفر وأطلع.
أشرعة الطفولة. كنا في بيت قديم فيها البحر بالنص، بنص الدار، بنص البيت، والغرف حواليه، الليوان، وغرفة على اليمين وغرفة على الشمال. بهالبيت الفسيح هاد عشت حياتي فيها، عشت طفولتي بهالبيت هاد. إلي ذكريات حلوة، كنت لما أطلع على الصبح روح على المدرسة، مدرستي اسمها مدرسة هاشم الأتاسي، أطلع من البيت، وبيتنا عند ستي رابعة، نطلع أمشي باتجاه باب توما. مدرستي لأنه حاكمة على طريق باب توما تماما، نفوت على الصف ونقعد ندرس، كنا نقرأ وكانوا الأساتذة تبعنا كتير طيبين معنا. من بيناتهم بتذكر كان صالح الأضماني من أساتذتي، يمكن توفى الله يرحمه. فكنا نحن، وكان أنا وبعض من رفقاتي، كنا دائما هنيك نقرأ وندرس ونروح نفوت، نروح ناحل باب توما، ناحل غوطة، خصوصا أيام الفحص نقعد بالغوطة ندرس ونقرأ مشان الفحص، مشان نتفوق. وكان لي أنا هواية إيش أكتب بعض القصص. فكان يوم من الأيام أحد الأساتذة قال لي اطلع على اللوح. طلعت على اللوح أنا وقتها، راسم لي الجبل على اللوح. قال لي هذا الجبل فوق شو بيقولوا له؟ قلت له القمة. قال لي وهون شو بيقولوا له؟ لتحت. قلت له ما عرفت، وقفت. قال لي انت فرض عندك القصة بدك تكتبها وتحت الجبل هذا شو بدك تعمل؟ شو بدك تقول؟ قلت له سفح الجبل. قال لي ها، من الأول قول سفح الجبل يا أخي، هذا هي. المهم خلصنا من المدرسة وطلعنا صرنا بالإعدادي، طلعنا على الإعدادي كمان التقيت برفقاتي نفسهم، بعادل أبو شناب وننزر نفوري ونصر الدين بحرة. وقتها التقينا، إنه هدول رفقاتي دائما مرافقيني ومرافقون أنا على طول. أشرعة الحياة مثل هالمرفق يلي ورانا، كان المرفق كان يعج بالبواخر، ولحد الآن بيعج بالبواخر والبضائع. لكان بعدين رحت على المدرسة الثانوي بالصناعة، رحت على مدرسة الصناعة واشتغلت، قعدت فيها مدرسة الصناعة، فدرست الصناعة. بالأخير ما عجبني أنا أدرس المهن، فرحت على الثانوية الأرثوذكسية قعدت فيها. بتذكر بالثانوية الأرثوذكسية كان من أساتذتي كان جورج عويشة، وكان كمان أستاذ ميلاد شايب. خصوصا أستاذ ميلاد شايب كان رسام تشكيلي وكان فنان الحقيقة، كان يرسم صور كتير حلوة وجميلة جدا. فكان لأنه بيتنا قريب من الثانوية الأرثوذكسية بحي الأيمرية، فهيك عشت حياتي أنا لحتى خلصت دراسة. اشتغلت بالصحافة فترة في جريدة الكفاح، تعرفت على الفنانين من خلال الصحافة، صرت راسل بعض الصحف، منهم الصحافة، منها مجلة الكواكب كنت راسلها، ابعث لهم أخبار الفنية دائما من دمشق. فتعرفت على عدد منيح من الفنانين،
ومشيت بهالطريق أنا هاد تماما. كنا دائما نشتغل سوا مع رفيق سبيعي اللي كان صفي بالأخير رفيق سبيعي صفي فنان كبير نجم من النجوم الحقيقة، صار فنان الشعب رفيق سبيعي لأنه كان فعلا فنان، كان ياخذ الطريقة عرف الطريقة حسب موقعه هو، بيته صاير بحي البزورية، فأخذ الطابع الشعبي الخالص، صار يطلع بشخصية أبو صياح ومشي فيها ونجح فيها تماما، إلى أن صفي الناس يقولوا عنه هذا فنان الشعب، والحقيقة هو فنان الشعب. اغاني ايه معلوم حافظ اغاني كثير سيدي. طيب تفضل اغاني لشوف يلي بدي اياه يلي بدك يا امرك سيدي. تزرح وتمرح عيني واللحظة يجرح ويلي والشعر يجدل مراج وعيون تذبح العب بكفي يا طيلة. تزرح وتمرح واللحظة يجرح والشعر يجدل مراج وعيون تذبح تزرح وتمرح واللحظة يجرح والشعر يجدل مراج وعيون تذبح مرت علينا والهوانا السم علينا شفنا لعصة للهوى يقولوا اشتغينا. ايه روق روق مو انت قلت اللي سمعنا يا اخي في غيره. مرت علينا والهوانا السم علينا يا اخي. نعم امور بكفي يا اخي في عنا شغل. بامرك حسب امرك بامرك كفينا بامرك كفينا يعطيك العافية. روق شكرا يا بامرك روق بس يسمع الحركة اللي نشوف. طيب تفضل امور عمل هيك لشوف مين تفضل اعمل هيك. افتكرت عم يندق الباب. تفضل اعمل هيك دستورك والله. لا تفضل بيدك بدون ألم اعمل الصوت سيد ابو صياح. بيدك صوت نعم يعني دق مثله. نعم بايدي معلش. نعم عدل يا هبا اسمع هاي دقة منغرشة سيدو. فأول عمل اشتغلته مع رفيق سبيعي سوا في مسرحية لسعد الدين بقدونس اسمها ليلة بالنظارة، كان هو آخذ دور كمان أبو صياح بيقعد بالنظارة وبيغني غني يابا من صغر سني وأنا بكسر جماجم، وأنا كنت آخذ دور أرمني كان اسمي بالدور بوياجيان. أبو السعود هو سعد الدين بقدونس هذا رفيقي وهذا أستاذي الحقيقة، هو اللي جابني للمسرح الشعبي ونشتغل معه، وكنت دائما اشتغل معه المسرحيات اللي كان هو يكتبها ويعطينا اياها ونشتغلها، وكنا دائما نلاقي فيها النجاح الحلو كانت باللهجة العامية. ولكن كان بالأول حكى المسرحيات كانت باللهجة المصرية، فعملت بعدين باللهجة الشامية أو اللهجة السورية الحقيقة، وكنا نشتغل كانت حياتنا كتير حلوة مع سعد الدين بقدونس. بعدين اشتغلت مع محمد علي عبده، محمد علي الشنواني الله يرحمه، كنت مع محمد علي عبده الأستاذ الكبير محمد علي عبده اللي هو محمد علي الشنواني، كنت أطلع معه دائما جولات، نجي لحلب نروح لحمص نروح نجول دائما معه، نروح على لبنان نروح معه، ياخذ مسرحيات علي الكسار ومتشمخ بشخصية علي الكسار كان، فيشتغل هذا مصري علي الكسار وأنا ما بعرفه بس كنت أسمع عنه ويحكي لنا عنه، هو كان فنان كبير، فكنا نشتغل معه دائما. تعرفت من خلاله كمان من خلال محمد علي عبده بحلب على صلاح قصاص، فصلاح قصاص يوم من الأيام أول ما تعرفت عليه أخذ دور أنا وياه أنا بجنبه لصلاح، قال لي شوف يا أستاذ أنا بيقولوا لي صلاح قصاص أنا بعبع المسرح، فأنت إذا ما بتكون بعبع مثلي
بتهبط. قلت له والله المي بتكذب الغطاس. طلعنا اشتغلنا. بعد ما اشتغلنا سوا المسرحية هي بحلب، يقوم بيقول لي صلاح قصاص الله يعطيك العافية، والله أديت دورك تماما معي، وصارت راحت صداقة متينة بيني وبينه لا حتى توفى مسكين. حتى كنت هون بنلاقيه أنا بنقابة الفنانين مستلم العقود، أنا كنت بالنقابة عم بعمل العقود، بيجي صلاح قصاص بيسلم علي. أنا من عادتي لما بكون مشغول سلامي عادي طبيعي، يعني أهلا وسهلا، وما عرفت مين اللي أصلا مين رمى السلام. وعم أشتغل كل شوي شوي اللي يلا خلصني جاي لعندك كذا، المهم خلصت أنا. قلت له أهلين أستاذ صلاح. قال لي والله أنا كنت في حلب وراي عالشام، حبيت إجي أمرق لعندك علادقية سلم عليك وروح. طلعنا مشينا وصلنا لساحة السمك، قال لي خاطرك؟ قلت له وين؟ قال لي راي عالشام. قلت له شو هالجاية لكان؟ قال لي والله بس من شان شوفك. حمل حاله وراح. بعد ثلاثة أيام سمعت إنه توفى رحمة الله عليه. بعدين تعاقدت مع علي العريس، فطلعنا على الكامتياتر ببيروت اشتغلنا مسرحية اسمها حمام بنات الملك. بعد ما خلصنا المسرحية هاي بيجي استاذي الكبير محمد علي عبدو، قال لي أنا عندي عمل بطرابلس طلع معي. طلعت معه على طرابلس واشتغلنا بطرابلس، عملنا مسرحياتنا بطرابلس لفترة منيحة، يعني تقريبا شي شهر قعدنا. خلصنا من طرابلس رحنا على صيدا، اشتغلنا بصيدا، بعدين رجعنا إلى دمشق لأنه الحنين دائما ببالنا وبقلبنا لدمشق، وبدنا نرجع لبلدنا نشتغل. أشرقت مسرح الاحتراف بحياة محمد خير التقي. تعرفت كتير على فنانين من لبنان من مصر، بالإضافة لفنانيننا في سوريا. فيوم من الأيام أنا بالشام بالمسرح عم أشتغل، بيندهلي أمين سر نقابة الممثلين، كان في نقابة ممثلين قبل ما يكون في نقابة فنانين، رفيق جبري بيقول لي بدك تروح لعند فرقة يوسف وهبي تاخذ في دور لك، لأنه في عنده ممثل مريض بدك تطلع محله. أنا رحت لهنيك على المسرح سينما الفريال، كان بده يشتغل عم يشتغلوا. رحت تعرفت على عميد المسرح العربي يوسف وهبي وعميدة المسرح العربي أمينة رزق ونور الدمرداش. فرحت لهني لقيت عم يركبوا الديكور المسرح وكذا، مسكتني أمينة رزق قالت لي أنت محترف؟ قلت لها لا أنا هاوي بطلع بالمناسبات. في اللي عم يشتغل الديكور كان يشتغل معنا بيقولوا له محمد مطميطو، قال لا كذب لا تصدقي هذا محترف. قلت له لا أنا مالي محترف أنا هاوي بطلع بالمناسبات. قال طيب احفظ. قالت له لمدير المسرح كان محمد التابعي الله يرحمه. محمد التابعي كان فنان كبير كمان، كان يطلع بالأفلام باسم كبير الرحمية قبلي. فقالت له حفظه، أعطاني المسرحية على أساس أنا بدي أحفظها. جاء لي أنت بتقدر تأخذ من الملقن؟ قلت له باخذ. قال لي الملقن في عندك ثلاث ملقنين، واحد على اليمين واحد على الشمال وواحد بنص بصدر المسرح، تقدر تاخذ منهم. دورك انت صاحب خمارة. ف
طلعنا على المسرح. طبعا انا صاحب الخماره وعم ركز الاناني وعم ركز الادب. بيدخل نور الدمرداشي بيقعد بيندهلي بيجي لعنده. انا بيجي لعنده بقى كنت ظهري للجمهور. كان لما بيشوفوني الي الجمهور هون بيصير لي سوكسي. تمت السوكسي صلى فتره والناس كلياتها عم تشجعوني ويصفقوا لي لانه بهداك الوقت كنت انا نجم. دخلت النجوميه يعني بالمسرح. لا ما كان في تلفزيون ولا كان في شيء غير المسرح قدامنا. فكانت بهداك الوقت صرت نجم خصوصي لما طلعت مع عمالقه المسرح انا. فبده يعرف يوسف وهبي مين لمين هالسوكسي اللي صارت. طلع انا لاحظت عليه من بين الكواليس عم يطلع لمين السوكسي. كمان امينه رزق. قول خلصت الدور انا. قال لي امينه رزق ازاي بتقول انك انت هاوي مش محترف؟ ده انت محترف وعندك شعبي جامد قوي. انت الك شعبيه خالص. شوف يوسف بيه. فت سلمت عليه تعرفت عليه وقتها. قال لي يعطيك العافيه. ما كنا متأملين نحن انه رح يكون في هيك فنان يؤدي هالدور هون في سوريا. مزبوط. قلت له لا في عنا فنانين. فانا ما بتعتبرني محترف انا هاوي استاذي. أشرات الكاميرا. كان جارنا نزيه شابندر الله يرحمه كان عنده استوديو تصوير سينمائي. طالع وقتها فيلم نور وظلام. فأنا حصلت كان مصور خالص فيلم نور وظلام. رحت اشتغلت معه بتحميض الأفلام السينمائية وعلمني كيف بيحمضوا الأفلام السينمائية وكيف بيعملوا المونتاج وكيف كذا. فصار عندي شوية خبرة. بيجي عبد اللطيف فتحي الأستاذ الكبير وفناننا الفنان الشعبي الكبير كان بهداك الوقت عبد اللطيف فتحي. فقال لي مشي معي على التلفزيون في إلك عمل. طلعت لفوق دخلني لعند المدير كان الدكتور صباح أباني الله يذكره بالخير. وكان أول مدير عام بداية للتلفزيون. فقال لي أنت باعتبار عندك شوية خبرة بالتصوير رح نشغلك هون معنا مساعد مصور. دخلت على الاستوديو أنا بلشنا. كان وقتها عم يشتغل دوريت لحام ومحمود جبر كانوا عم يشتغلوا الإجازة السعيدة. وهذا أول عمل درامي بيطلع على التلفزيون بالستينات. فعم يصور عم نصور نحن أنا مساعد مصور عم نشتغل. هون أنا باعتبار هوايتي التمثيل ضايقت كثير. ما بقى أقدر يعني أتحمل أنه أنا وراء الكاميرا وزملائي هن قدام الكاميرا. ضايقت كثير. ما طولت اشتغلت أبو شهر ونص يمكن تركت ومشيت. رجعت للمسرح لبدايتي المسرح لأنه أنا بحب المسرح الحقيقة. المسرح لأنه هو أبو الفن كله.
مؤشرات السينما والتلفزيون. اشتغلت في التلفزيون واشتغلت بالسينما. فأول عمل اشتغلته مع الأستاذ دوري الدحام في فيلم الحدود، بعدين اشتغلت معه بفيلم كفرون. ومن خلال تجربتي مع الأستاذ دوري الدحام كمان اشتغلت في التلفزيون، فاشتغلت مع الأستاذ أيمن زيدان، طلعت معه في عدة مسلسلات منهم يوميات مدير عام. والكوميديا هي الأجمل شيء بحياتي. ألو. نعم المدير العام مو هون. امتى رح توصل الطيارة؟ حاضر، بحاول بلغه. حاضر استاذ، مع السلامة. وين بدي لاقي المدير العام انا؟ ابو صالح؟ يا ابو صالح، ابو صالح، انسي امل. ابو صالح مرقنا عندك. شبك فقس البيضات. عم تتفقسي انت الثانية؟ ابو صالح، يا ابو صالح، وين راح الثاني؟ هلا وقته؟ الو ابو صالح، مرقنا عندكم شيء؟ لا خلص وصل. نعم. وين كنت انت الثاني؟ وينك؟ كنت عم اقضي حاجة. خير، خلصنا بقى. شوفي، طيارة الوفد السعودي جاية الساعة 12، وين حضرة المدير العام؟ إمتى؟ الساعة 12. الساعة 12، طيب على كل حال والله السي بكير أنا بشوفه. يلا. إذا لقيته عند أخته أنا ببلغه. بسرعة خلصني. يلا. خدني معك، رح ينتزعوا البيضات. اتفضل. وين تفضل؟ شو بدك تاخده معك؟ رح ينتزعوا البيضات. لك هلا أنت شو بدك بالبيضات؟ خلصني. عود عمي، عود. خليه يروح بيسلم. عود. يلا أبو صالح بسرعة. أنا بدي أفتح معي، بس الأستاذ ما عم يرضى. أبو صالح؟ يلا. لا تضيع وقت. خاطر. طلال. نعم. عندي باكيت زبدة، خلينا نقل شوية بيض. طيب، بيزعل المدير العام. ايه ما بيعرف. لكن كان أخ عددهم كمان. أستاذ، بيطول المدير العام بالمطار، رح ينتزعوا البيضات. اليوم المدير العام ما له جاي. مو جاي؟ لا. لكن رح بطلع على الضيعة وبكرة برجع. بيكون أحسن. يا الله يصحك انت الثاني، روحت علينا اكلة بيض مقلي. روحي لشغلك، مالي فاضيلك، بسرعة. انت الخسران. والله ضيعوني، ما عاد عارف شو بدي اشتغل. راح ينتزعوا البيضات، ايش بخلي انا؟ أشرعة العائلة. جيت على اللاذقية انا لواحد شباط 1961، وبحكم اني انا اجيت على اللاذقية وقعدت، حبيت زور المركز الثقافي العربي. فعرفت مدير المركز الله يرحمه الاستاذ علي حاج بكري، كان مدير المركز الثقافي باللاذقية. فعرفته عن نفسي وانه انا عندي فرقه وبفرقه، وقام دخلني على المسرح لجوا، ارجاني البروفا، لقيت في بروفا، الشباب عم يعملوا بروفا، شباب من اللاذقيه عم يعملوا بروفا. كان الاستاذ جورج بولوس الحاج، وكان سليم بنشي، وليد حمامي، وكانت المسرحيه وعربا من تأليف رائد المسرح جورج بولوس الحاج. فكان هو عم يخرجها للمسرحية، فرشت على البروفا أنا شوي وطلعنا.
شو قال لي مدير المركز وقتها؟ قال لي جيب فرقتك من الشام وتعال. قلت له البركة بالشباب هون، أنا صفيت هون مقيم باللاذقية، بتعاون مع الشباب. وتعاوننا مع بعضنا في عدة أعمال مسرحية. نرجع للعائلة. فتزوجت أنا هون وبقيت باللاذقية، صار عندي أولاد، 3 بنات وصبيين، صاروا شباب وتجوزوا، صرت جد، صار عندي أحفاد. فهي حياتنا كانت الحلوة هي وظريفة تماما، خصوصا نحن في سوريا. وبحب أقول لهم لأولادي إنه المسرح هو الحضارة، هو المرآة يلي بتشع منها حضارة الأمم، مو بس نحن، الأمم كلها من خلال المسرح. قبل ما أودعكم حابب لكم، صار عمري أنا 85 سنة، يمكن من عمر هالشجرة هاي، وهي الشجرة أعمر مني ويمكن تعيش أكثر مني. فحافظوا عليها وحافظوا على سوريا. سوريا هي الحضارة، حافظوا عليها، هي عمرها من آلاف السنين، أمانة عندكم، حافظوا عليها. لكل الشباب قلن حافظوا على سوريا، ولتحيا سوريا.